بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم في زيارة إلى مستشفى النعمان. مستشفى النعمان يقدم خدمات جليلة وكبيرة إلى شريحة كبيرة من جهة الرصافة ولا سيما منطقة العظمية. حقيقة كانت هذه المستشفى تعاني نقص من عدد الأسرة وكذلك في مجال مرضى عجز الكلى، ومن أجل تقليل الزخم لمرضى الكلى على مستشفيات دائرة صحة الرصافة توجهنا كوزارة ودائرة صحة الرصافة إلى استحداث مراكز جديدة في مختلف المستشفيات لغرض استيعاب أعداد المرضى وتوفير الخدمات المثالية لهم. فاليوم أول مركز خلنا نعتبره أنه جانبي أو بالأطراف افتحناه في مستشفى النعمان بواقع 9 أسرة، وهناك مراكز أخرى ستضاف في منطقة الزعفرانية وكذلك في منطقة الحسينية مستشفى الشهيد ضاري. هذه الإضافة حقيقة ستساهم بشكل كبير بتقليل معاناة مرضى عجز الكلى، وإن شاء الله هذه الأسرة التي ستضاف يعني يصبح عددها 88 سرير. لدينا خطة إلى زيادة عدد الأسرة بالرصافة وأجهزة غسل الكلى إلى 280 سرير، وبالتالي توفير حوالي 500,000 غسلة خلال المرحلة القادمة. الآن في دائرة صحة الرصافة عدد غسلات الكلى تتراوح ما بين 5,000 إلى 7,000، بإضافة هذه الأجهزة حتما ستزيد عدد الغسلات. أيضا خلال زيارتنا اليوم حقيقة تم تخصيص مبالغ مالية إلى مستشفى النعمان لتوفير بعض الأجهزة الطبية وإضافة بعض الردهات التي تحتاجها المستشفى. قام بإضافة ردها كاملة من الديلزة في قسم الباطنية، بالإضافة إلى 9 أسرة للديلزة بكافة تجهيز من الأجهزة الطبية والأجهزة الغسل الكلوي من نوعية يعني الجيدة.